الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ارتأينا ومن باب الوفاء أننا نتذكر الناس اللي قسموا الكثير من أجل هذا البلاد، خاصة الشق ديال المرأة المغربية الحرة اللي كانت ساحة المعركة إلى جانب الرجل من أجل تحرير الوطن واستقلاله. هذه الحلقة غادي نقدموا بعض النساء اللي كيتعدوا أيقونات المقاومة والفداء للاستعمار الفرنسي وأهوانه، اللي أعطوا واحد الزخم نضالي بنكهة الأنثى وتبتوا حضورهم القوي في ذيك الحقبة أنه لا فرق بين المرأة والرجل. اولا غادي نبداو باول شهيده سقطت بالرصاصه ديال الاستعمار الفرنسي، وهي السيده فاطمه الزهراء بنت مولاي الحسن البلغيتي. اول شهيده سقطت في المظاهره ديال المشوار بعدما قررت فرنسا تنفي السلطان محمد الخامس. هاد المراه اللي تحدات وبأدروع مفتوحة الرصاص ديال الفرنسيين وشاركت في الانتفاضة التاريخية ديال المشور نهار 15/8/53، هذا التاريخ راه بقى راسخ في الذاكرة المراكشية ولا الوطنية. كانت الله يرحمها مزوجة من السيد علي قسبان، وكانت أم ثلاثة ديال الأطفال، وهما حليمة كانت عندها 6 سنوات، ومبارك 3 سنوات، والسي محمد في السنة الأولى ديالو. وهكذا ضحات هذه السيدة من أجل الوطن، سقطت شهيدة بالرصاص ديال الاستعمار الفرنسي بساحة المشور، وهي اللي تطلق اسمها على شارع الرميلة المعروف دابا شارع فاطمة الزهراء. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جنتك. ثانيا المقاومة السيدة رشيدة أمليان بوت، صاحبة جنسية فرنسية، وكانت مزوجة من المقاوم مولاي الشافعي. هذه السيدة كانت من نساء المقاومة بمدينة مراكش، مشهود لها بالثقة والتفاني في العمل وفي التنظيم ديال السعيد حمال الفتواقي. لعبت رشيدة أدوار مهمة في التستر على أفراد التنظيم، حيث كانت أجنبية وبعيدة على الشك، وكانت كتزود أفراد التنظيم بالمعلومات ونقل الرسائل والأسلحة. ولما تكتشف الأمر ديال التنظيم ديال حمال الفتواقي رحمه الله وتعتقل جل الأفراد ديالو ديال التنظيم، طلبات من المحامي الفرنسي الشاعر سيد شارل لوكران صاحب كتاب أيتها العدالة يا موطن الإنسان باش يتولى الدفاع عن حمال الفتواقي والرفاق ديالو في التنظيم. ثالثا المقاومة راضية أزهار المعروفة براضية بنت حمد، مزدادة في سنة 1933، كانت من بين أنشط نساء المقاومة والفداء مراكش، وتحقت فريق الشهيد حمال الفتواقي على طريق زوجها المقاوم عبد السلام بن الشرقي، وانجزت هذه السيدة كل المهام اللي كانت كتسند لها في السرية التامة، خاصة
انها كانت العلبة السوداء للفريق ديال السيد حمال الفتواكي. رابعا، المقاومة الفدائية السيدة الفاضلة فاطمة عواطف البقال، سليلة عائلة معروفة بالوطنية، وهي بنت أخت الشاهد محمد البقال، أصغر مشاركة في مظاهرة نشور تاريخية، كما أنها أول طفلة كيتم اعتقالها مع أفراد أسرتها وكلهم نساء، وكيودعوهم في السجن الباشار البلاوي في مراكش في وضع سيء بائس لأكثر من سنة سجن. خرطت بكري في عملية التأطير والتواصل رفقة الوالدة ديالها وخالتها فاطمة البقال. تمكنت هاد الطفلة النابعة بالفطنة ديالها وذكائها من استيعاب الأحداث، الشي اللي مكنها من الانخراط بسرعة، وعملت منسقة ديال الخلايا النسائية بحي القصبة وسيدي عمارة وباب حمر. خامسا، السيدة زينب بن الحسن علوان المعروفة اليوم ماما زينب، اسم محفور في الذاكرة ديال المقاومة والفداء. خرطت في الحركة الوطنية سنة 1949، كتميز بالثبات والصرامة والثقة في النفس، أذكى فدائية وأنشط مقاومة في الفرقة ديال السيد محمد البقال، ومن بعد الفرقة ديال السيد حمار الفتواكي. مكنها لسانها الأمازيغي ولهجتها المراكشية وإتقانها الفرنسية من الإفلات عدة مرات من قبضة الشرطة الفرنسية. كوصفها بأنها لا تقل أن الرجل قدرة وشجاعة، خاصة في ذاك الوقت، خاصة في ذاك الوقت اللي كان الواجب الوطني كيوحد جميع الجهود رجال ونساء لمواجهة الاستعمار الفرنسي. الله يرزقها الصحة والعافية ويبارك في عمرها. أخيرا، الله يجازي عنا خير هاد السيدات على ما قدموه لهاد البلاد ولهذه المدينة، وقاوموا وضحاوا من أجل يعيش هاد البلاد مرفوع الرأس وحور. ما كيبقى ليا إلا نودعكم إلى اللقاء حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. لكم أصدق التحيات.